مساء الخير، تحياتي لكل متابعين ومتابعات الحياة فام. سعيد جدا بلقائكم من جديد في برنامج وجهني، وين كل مرة نحكيه على أحد الجامعات التونسية، والهدف من هذا نحاول نعاونوكم ونسهل عليكم التوجيه الجامعي. في حلقتنا اليوم مش نحكيه على المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سعيد جدا باستقبال الطالبة شيماء الرحماني. أهلا بك. عسلامة عزيز وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. خلينا ننطلقوا من البدايات، تحديدا عام الباك. بطبيعة أنا عام الباك متاعي عام 2020 باك ليتر، قريت معهد الأغالبة بالقيروان. ممتاز. عليه اخترت أنك تقرأ حقوق؟ والله هي حلمة من الصغرة، وبطبيعة ماما وبابا شجعوني برشا ونحب نشكرهم على الأخر، وحاجة نحبها، وبرغم اللي أنا أعطوني معناها توجيه آخر، أما أنا عملت ريو واختار رجعت دروال هنا في القروان. سبيع يعني حاجة بيها كانك تقرأ الحاجة اللي تحبها. أي بطبيعة لازمني نقرأ حاجة نحبها باش أني نوصل فيها ونبدع فيها. بيه خلينا نحكيه على النظام التعليمي في الفاك متاع المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان. قدام من عام تقرأ؟ احنا نقرأ ثلاثة سنين إجازة وبعد عامين ماستر. يعني كما السيستم كما أغلب الجامعات التونسية هو السيستم LMD، السيستم فرانكوفون. به شنو هما الاختصاصات الموجودين؟ احنا ملول نقرأ جامعة مشترك العام الأول قانون، وبعد نعمل الاختصاص متاعنا يا إما قانون خاص يا إما قانون عام، ولهنا بتبيع اختيار يرجع للطالب متاعه. أما في الماستير عنا أكثر من اختصاص كما قانون بحث قانون خاص، ماستير بحث قانون خاص، وإلا ماستير مهني GBE إداري، ماستير مهني مؤسسة أعمال وشؤون عقارية. ممتاز. وفي أنا عام تبدأ تختاروا الاختصاص متاعكم؟ نختاروا كي ننجحوا بريمير اني ونتعديوا للدوزيام. يعني البريمير اني يكون تخون كوما؟ وي، وبعد احنا نختاروا اختصاص قانون عام وإلا قانون خاص. شنو أهم اللي ماتير تقرأوا في البريمير اني؟ نقراو ملول في البارسيل الاولى احنا نقراو زوز ماتيرات برينسيبال قانون خاص، وبعد ماتير واحده قانون عام اللي هي قانون دستوري، وفي البارسيل الثانيه نقراو زوز ماتيرات قانون عام اللي هي نظام سياسي، ونقراو معاه القانون الاداري، ونقراو ماتير واحده قانون خاص اللي هي القانون الاداري للاموال. ممتاز. لو كنت تفسر لنا شنو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ بالنسبة للقانون العام اللي هو الاختصاص متاعي، نقرأ قانون دولي عام، نقرأ قانون إداري بأنواعه الكل كما النزاعات الإدارية، قانون إداري الأموال، العقود الإدارية، نقرأ كل حاجة فيها الدولة طرف، تكون الدولة مساهمة معناها سواء مع دولة أخرى في نزاع مع دولة أخرى، وإلا دولة بالمؤسسات متاعها الإدارية كما الجامعات المحلية، المنشآت العمومية زادا نقرأ. أما الفرق على القانون الخاص اللي المشكل نقراو المشاكل اللي تصير ما بين الافراد المواطنين معناها داخل الدوله مش خارج الدوله، والا الدوله ما تكونش فيها طرف. هذا القانون العام. قانون خاص انها نقراو معناها العلاقات ما بين الافراد داخل الدوله، اما القانون العام نقراو علاقه الدوله اما بالافراد متاعها يا اما علاقه الدوله بدوله اخرى. شنو هما الافاق نتاع الاختصاصات هذه؟ بالنسبة لإحنا كي نجيو باش نعدو في الكونكور ما يشترش عليك إنك تكون عامل قانون خاص وإلا قانون عام، المهم تكون عندك إجازة في القانون. مثلا تنجم تعدي مناظرة المحاماة، القضاة، عقود تنفيذ وإشهاد، تنجم مثلا تخدم حتى في القبضة، ستيك، سونيد، بوستة، بلدية، كل معناها بوست يطلب منك إنك تكون مستشار قانوني في الإدارات هذه. هذه فرصة لو كنا تفهم التلامذة اللي خذوا السنة الباك وحبوا يمشوا يقرأوا حقوق، لو كنت تفسر لهم الكونسيبت متاع المناظرات شنو هو بالضبط؟ باهي بالنسبة للكونسيبت نتاع المناظرات، أول حاجة احنا الحاجة الباهية في فاكنا في المعهد الأعالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، حتى كي أنا مشيت اختصاص قانون عام، الماتيارات الأفقية المهمش رئيسية نقراو ماتيارات قانون خاص، معناها في الحالات الكل أنا مش نكون معناها بازي فيهم زوز. أصيح أكثر قانون عام، أما حتى قانون خاص مش نكون ملمة بعض المعلومات اللي نجم نعدي معناها مناظرة المحاماة اللي هي الماتيارات بالأساس، نعدي قانون تجاري وقانون مدني بخلاف بطبيعة ثقافة عامة أكيد. وبالنسبة مثلا المناظرة اللي يزمني بحكم أنا قانون عام يزمني نحكي على مناظرة المناظرة الوطنية للإدارة اللي هي المجلس الوطني للإدارة اللي هي حاجة مهمة على الأخر، نقرأه معناها نعدي قانون إداري ونعدي قانون دستوري كمعناها مواد رئيسية.
خلينا نحكيه على التركيب بتاع الزجزانات كيفاش تكون، هل انه تكون في شكل اسئله ام انه يكون الموضوع وانتم تحروا؟ بالنسبه لل بخلاف القسيم هذاك في شكل تختار، معناها معظم الدفارات في المناظرات يجوا معناها على شكل دي سوجي كما نعديو احنا في قرايتنا العاديه. معناها باش تكون شكل مختلف المناظرات الزجزانات العاديين في الجامعه كيفاش يكون؟ في شكل دي سوجي فما احنا نتقسموا لجوزي، اما موضوع نظري اما موضوع تطبيقي. موضوع النظري يجينا سوجي وفي المعظم يجيبونا زوز مواضيع واحنا نختاروا، اما في الموضوع التطبيقي اما يجيب لك تعليق على فصل، تعليق على قرار، تعليق على نص قانوني. معظم هذوما الدفارات كيفاش يجوا. بالنسبه للاستاجيت في الفاكم تاعكم اوبليغاتوار ولا لا؟ لا هي اختياريه من الطالب، اذا هو يحب يعمل استاج ينجم، بحكم احنا ولينا نقراو اجازه وطنيه مش تطبيقيه، دونك نقراو عادي 3 سنين حتى العام الاخراني، نقراو بارسيال الاولى والبارسيال الثانيه ونعديو ليكزامانات نتاعنا، وكاو الطالب معناها ينجح ويجيب العشرة المعدل نتاعو ويتخرج. كيما شنو مثلا المؤسسات اللي نجم الطالب نتاع المعهد العالي للدراسات القانونيه والسياسيه بالقيروان يعمل في المستجد؟ نجم يعمل مثلا، انا بحكم اختصاصي نرجع ديما، نجم نعمل استاج في البلديه، في القباضه، في المحكمه، نجم نعمل استاج في حتى مع محامي، نجم نعمل بالطبيعه مكتب محاماه. للناس اللي تفرج فينا خلينا نعلموهم كونك انت مازلت تحصلت على شهاده ليسانس، الف مبروك. عايش كبيرك فيك. لكن تحكينا على تجربتك كيفاش كانت؟ بالله هي التجربه معناها كانت ياسر محلاها، صيح تعب وسهر، اما في اللحظه اللي يوصل الانسان يوصل للبيت نتاعو ويوصل انه معناها يحقق الحاجه اللي حلم بها ودارهم كانوا سند لي، انا بابا ديما يقول لي كلمه، انا نوصلك وانت اختار، عمره ما فرض علي حاجه. هذاك علاش معناها كانت لي تجربه صحيح صعيبه، بحكم معناها حاجه جديده نقراها، راهو اللي يمشي في بيلو معناها ليتر دونك دروا مش ينجح فيها، ساعات احنا معنا جماعه سيونتيفيك ينجحوا فيها اكثر، خاطر الدروا تمشي يصير باللوجيك معناها المنطق، عندك مثلا فصل يلزمك تطبقه. ذيك عليهم يقول كانت لي صعيبه شوي، اما بعد معناها تاقلمت بحكم انا مشيت اختصاص نحبه على الاخر. وفي الحالات الكل كانوا الاساتذه، بالنسبه للاساتذه نتاع المعهد العالي للدراسات القانونيه والسياسيه بالقيروان، معناها اساتذه داخل المعهد واصحاب خارج المعهد يشجعوا الطلبه، يشجعوهم على الاخر. عندنا بروفا احنا اسمها ذحاب وملاسه، ذي بروفا حتى خارج وقتها معناها في الليل تعمل لنا على جوجل ميت وتبقى تريفزلنا للصباح ونمشوا نعديو دفاراتنا والكل، وفي الاخر معناها نجحت. وكيف ما حكيت ملول راهي فرحت نجاح تعاود لك تعب الكل اكيد. نرجعوا نحكيوا على الفاك، هل انه يتم تنظيم ندوات ثقافيه فكريه وتظاهرات ترفيهيه؟ تظاهرات اي، اما نوادي ما عندناش في فاكنا، هذه النقطه الضعف الفاك انا نراها، انه الطلبه معناها ديما فاك السيستم نتاعها انه يقرا جوست قرايه كهو، ما عندوش بحكم فاكيت اخرى راه موجود فاك الدروا، اما احنا فاكنا ديما النقطه هذه يحاولوا انهم يخدموا عليها. يمكن مبادره انا نراها من الطلبه، الطلبه ماهيش تبادر، هذيك علاش انا نشجع معناها الطلبه ونحاول اني ننصحهم انهم يبادروا وتكون عندهم روح المبادره انهم يعملوا نوادي. اما تظاهرات ثقافيه تصير ديما تصير. كيما شنو مثلا كان فما مواضيع صاروا برشا، مثلا مسرحيات، كيما مثلا طرحوا مشكل في الحاجب نتاع فقدان الماء، طرحوا مثلا مشكل البطاله، طرحوا زاده مشكل اكثر مشكل وقتها قدمته مسرحيه قدمتها نرجس جلاسي اللي هي تحكي على الحرقه. كان معناها كانت مسرحيه ياسر طياره على الاخر. ممتاز. بخلاف كونك انت طالبه متميزه في الحقوق، عايزك انت مغرومه برشا بالشعر، تكتب شعر، تكتب مقالات، كلها بالشعر. انا التجربه هذه كانت لي ملي انا نقرا سادسه ابتدائي، بديت معناها وقتها كنت في حاجات صغار على الاخر. انا اكتشفتني معلمه السنه السادسه عربيه، هذيك وقتها اكتشفت الموهبه فيه وكانت تشجع فيه اني نبعث ونشارك في مجله مجد. اني نبعث قصيده معناها ولا حاجات نكتبهم. بعد الحقيقه ما لقيتش الدعم برشا في الليسي، مي بعد اخترت اني نخدم عليها الحاجه هذيك وحدي. ديما معناك نقرا ونطالع وديما نحاول اني نحسن من الكتابه نتاعي، وبعد وليت ديما نهبط ننشر مقالات نتاعي في على الانترنت في موقع رقيب. شكون اهم شعراء قريتهم بالنسبه لي؟ انا محمود درويش، ابو قاسم الشابي، نحبهم برشا. هذا من الافضل. اي تنجم تستحضر حاجه؟
نستحضر بيت شعر أبو قاسم الشيبي، هو يقول فيه: وإذا ما طمحت له النفوس الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. واضح. للناس اللي مازلت كنشحت في الباك، للناس اللي اختارت كمان توجه حقوق، للناس اللي حيرة تول اختارت شنو باش تقرا في الجامعة، شنو نصيحة كليم؟ خلي لك كلمة الختام لي. باهي، بالنسبة لي أنا ننصح الطلبة اللي يحبوا يقراوا حقوق أنهم يسمعوا الصوت الداخلي متاعهم. أنت إذا تحب الحاجة راك تقراها، وإذا وصلت قريتها راك تبدع فيها. صحيح مش أسمع برشا كلام من النوع متاع الحقوق ما توصلش فيها بطالة، احنا معظم الشعب تاو في تونس فيهم راهو بطالة. أما إذا أنت مش تمشي تقرا حاجة تحبها دونك راك مش تبدع فيها وباش توصل فيها. وبالنسبة اللي يحكي اللي الدروع ما فيهاش معناها بلاصة، مش صحيح. مش بالضرورة راهي الدروع تكون قاضي وإلا تكون محامي، تنجم تكون مستشار قانوني في أي شركة خاصة، تنجم تحل بيرو وحدك مستشار جبائي، تنجم تخدم قبادة ستيك سونيد. الكواليس فيها أفيق حتى في السفارات أي في سبيتارات، سامحني، كما وزارة الخارجية اللي هو كونكور يتحل معناها كل عام، تنجم تعديه وتوصل فيه. وتنجم حتى أنك تقرأ حاجات كما مثلا عندي بروفا طاو في الاتحاد الأوروبي تخدم، معناها عاملة مسير علوم سياسية وقارية قانون عام ووسط بها البرا في الانترناسيونال. عنا زيدا واحدة من فاكنا تعمل في مسير طاو في فرنسا، معناها ماهيش دروام راهي مش جوست في تونس، نجم توصل بها حتى خارج تونس. وديما ما تخلوه حتى حد يأثر فيكم، حاجة راك تحبها تقراها توصل فيها. طالبة شيماء الرحماني، برشا على قبولك الدعوة وتواجدك معنا هنا في الحياة فهم. شكرا لي. يعيشك. مرحبا. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.